من البر والأدب إذا جلست مع أبيك أن تنظر إليه نظر المتأدب، وألا تشتغل بنظرك عنه يمينا أو شمالا. واليوم من سوء أدبنا يذهب الواحد منا إلى أبيه أو إلى أمه ثم يسلم عليه ثم يمسك الهاتف يقرأ فيه ويكتب ويجلس ساعة وهو مشغول بهاتفه، ما هو مشغول بأبيه، ثم يزعم يقول والله زرت أبي ساعة، زرت أباك لحظة واهتميت بغيره. هذا ليس من الأدب. من الأدب يا إخوة اليوم إذا زار الواحد منا أباه وأمه، والله يا إخوة والله من رزقه الله بأب فقد رزقه بنعمة عظمى لا يشعر بها إلا من فقدها، ومن رزقه الله بأم فقد رزقه الله بنعمة عظمى، والله لو كان طريح الفراش ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. فإذا زرت والدك، زرت أباك أو زرت أمك، فتأدب بهذا الأدب في النظر إلى أبيك والنظر إلى أمك نظرة المتأدب.